يقول في جنبي واحد منوم، واللي جو هالزوار زواره ما غير يتضحكون، كل ما جاء زوار يجلسون عندي يتضحكون ويطلعوا من عندهم يتضحكون. يقول قلت لازم اعرف السر هذا، يقول وانا اروح له. يقول يوم جيت وجلس، يقول يوم جيت يقول لي والله ان كلهم جبص بلا حلال. يقول يا ولد انت وش كل ما الزوار جوك ما غير تضحكون؟ قال تبت اضحك اجلس اجلس. يقول وانا اجلس يقول قال انا نايم في البلكونه وتحلمت ان القيامه قامت، ولي الناس وقوف في يوم الحشر عراه وانا معهم. يقول لي والله انهم ينادون بالاسماء. يقول لي الباصات وقوف وسواقين، كل باص واقف فيه، فلان ابن فلان باص رقم كذا الجنة، فلان ابن فلان باص رقم كذا للنار، فلان يقول هذا انا عرقي خبط وادعي ربي يا رب اني في الجنة يا رب اني في الجنة. يقول يا مزهمه باسمي فلان ابن فلان باص رقم 26 للجنة. يقول الحمد لله. يقول انا روح عادي. يقول اركب في الباص. يقول الباص يمشي. يقول يوم مشي يقول باص مليان. يقول يوم اخذنا شوي يقول الخط يوم راح قسمين، واحد يروح يمين مكتوب على الجنة يمين، واحد يسار مكتوب على النار يسار. يقول والسواق الملعون يروح يسار. يا ولد هو كنت طلعت للنار انا مزهمين اسمي باص 26 للجنة. يا ولد يا والله ما يهرج. يا ولد يقول قال يا اخوي انت متعرفني انت؟ قلت لا والله ما اعرفك. قال انا ابليس، انا ودي للنار ما ودي للجنة. يقول تعني ابوك انا في باص 26؟ قال لا هذا ما باص 26 انت راكب من بالغلط. يقول طيب وقف وقف. قال لا ما وقف انا ادور اللي يركب معي يوديها النار. يا ولد يا ولد. يقول يوم عي وقف. يقول وانا اطمر من الباص. يقول انا اطمر. يقول يوم طبحت واثني مطبح من البلكونة فهوش. يقول لي مثل ما تشوف متكسر رجلين متكسرة وظهري ورقبتي. يقول هذا سبب قصتي وسلامتي.